صرح وزير الاتصال محمد السعيد أمس الاثنين بقسنطينة أن مشروع قانون السمعية البصري سيعرض على الحكومة نهاية الأسبوع المقبل، وذلك لدراسته قبل تقديمه للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني خلال دورته الحالية. وأضاف الوزير خلال لقائه مع الصحافة المحلية على هامش زيارة التفقد إلى قسنطينة، أضاف أن مشروع قانون السمعية البصري سيعزز المجال الإعلامي من خلال استثمارات خاصة وقنوات تلفزيونية موضوعاتية جديدة، وذلك في إطار دفتر شروط واضح ومحدد. القانون العضوي للإعلام يعني ألزم الحكومة بمتابعة التنفيذ من خلال تشكيل عدة هيئات وإصدار مجموعة من القوانين ومجموعة من المراسيم التنفيذية تتعلق كلها ب هذه المهنة، بتنظيم هذه المهنة، بفسح مجال الأوسع للعمل لهذه المهنة على أساس الاحترافية والمهنية ومراعاة أخلاق المهنة. الأسبوع القادم هذا القانون سيعرض على الحكومة للمرة الثانية في دراسة أخيرة، وبعدها مباشرة يحول إلى مجلس الوزراء، ومن مجلس الوزراء إلى البرلمان في دورته الحالية، وبذلك تتعزز الساحة الإعلامية السمعية البصرية بالاستثمار الخاص، بفتح المجال أمام قنوات خاصة موضوعاتية في إطار دفتر شروط محدد واضح يلتزم به جميع من يريد أن يشتغل في قطاع السمع البصري. استقبل الوزير الأول عبد الملك سلا